لم تعيق الإعاقة الربانية عن تحقيق أهدافه وطموحاته، ففي كل محنة منحة من الله، وكانت العزيمة سلاحه لتحقيق ذاته وتنمية موهبته فنيا ورياضيا. رضا فضل ابن محافظة كفر الشيخ ولد مبتور اليدين، واستطاع رغم الإعاقة استكمال دراسته وتنمية موهبته في الرسم، وتخرج في كلية التربية الفنية بجامعة الأزهر عام 2003 بترتيب الأول على دفعته لأربع سنوات وبرتبة امتياز مع مرتبة الشرف. ساعدته شقيقته والمشرف الفني بمركز شباب القرية كثيرا على تنمية موهبته منذ الصغر، ونمى موهبته من خلال مسابقات الشباب والرياضة، ومن هنا اكتسب خبرته ليصبح فنانا تشكيليا يرسم بفمه دون الحاجة ليديه، بالإضافة إلى تفوقه في عدة رياضات مثل التنس والتايكوندو. أحلام وطموحات رضا فضل ما زالت كثيرة، ويسعى إلى تحقيقها بعزيمته وإصراره وكتابة اسمه بحروف من نور بموهبته الفنية وقدراته الرياضية. يا أهلا بكل حضراتكم مرة تانية، عودة إلى 10 الصبح في الأهلي، وعايزين نتكلم معاكم عن في ناس ما تستحقش مننا غير كل تقدير واحترام، في ناس لازم كلنا نقف لها احتراما ونخلع لها القبعة زي ما بيقولوا، أو نرفع لها القبعة. في ناس الإعاقة ما كانتش بالنسبة لهم يعني محنة، هم حولوها من محنة إلى منحة، عرفوا ينجحوا وعرفوا يتألقوا وعلى صعيد عالمي، والكلام ده حصل من خلال الكثير جدا من الدلائل، أشخاص قدروا يحققوا أحلامهم وطموحاتهم وما خلوش حاجة في الدنيا ممكن تتعمل وما عملوهاش بمنتهى يعني الجمال اللي في الدنيا، ما خلوش حاجة تقف كعقبة قصاد حلمهم ولا عقلهم. ضيفنا النهاردة أكبر دليل على صحة هذا الكلام، منورنا الدكتور رضا فضل، وهو رسام ولاعب تايكوندو وأيضا لاعب تنس. صباح الفل على حضرتك. صباح النور. سعداء ومتشرفين بوجودك معانا. ده أنا اللي بتشرف طبعا أن أنا موجود مع حضرتك وموجود في قناة النادي الأهلي، وده طبعا شرف كبير ليا، ويعني أنا كان نفسي في اللقاء ده من زمان يعني. ده إحنا متشرفين باللقاء ده ومنور لنا الاستوديو كله. والحقيقة في ناس كده دكتور فضل ملهمة، يعني في ناس بتبقى وجودها في الحياة عادي زي كل الناس، لكن في ناس تانية فعلا هم ملهمة، وفعلا الواحد بيتضاءل قصادهم، يعني الواحد اللي هو الصحيح والمعافى تماما ممكن تلاقي ناس كتير جدا منهم مش محققين اي انجاز ما في حياته بما فيها احلامهم الشخصيه ما عرفوش يحققوها، وفي ناس المفروض ان عندهم ما يعوق هذا الامر ما خلوهوش اعاقه وتالقوا. حضرتك طبعا يعني من ضمن هذه الفئه من الناس، فمتشرفين بالمعنى الحرفي لوجودك والله. ربنا يخليك. هو في الاول يعني انا يعني تعقيب على الكلام بتاع حضرتك، هو ما فيش محنه فعلا الا وراها منحه، واول حاجه لازم تكون انت من جواك عندك رضا باللي ربنا كتبه لك ده. صحيح. لو انت عشت راضي بيه مش هتحس بحاجه، مش هتحس انك مختلف، بالعكس هتحس يمكن انك افضل من غيرك. صحيح. كمان ويعني مثلا انا في مجالي كفنان تشكيلي، يعني انا بعتبر ان دي يعني نعمه من ربنا عليا، ادتني ميزه عن غيري، بحاول يعني ابقى زي غيري. الموضوع الاعاقه ده مش ببص له باي حاجه. ده انت مش بس بقيت زيك زي غيرك، ده انت عديت غيرك وازحت. ما هو ده بقى يعني نعمه من ربنا، لان ربنا الحاجه اللي بياخدها من الانسان يعني بيعوضه مش بخمسين ولا 100 مره، لان عنده ربنا كرمه ملوش بلا حدود. طبعا ربنا يديمها عليك نعمه ويزيدك ثبات كمان. انا بس عايز اسالك على حاجه، يعني هل فكره ان الانسان لما بيتولد باعاقه بتكون يعني او بيكون تقبله للاعاقه دي اكبر شويه من اي حد تاني عاش حياته وتعرض اثناءها للاعاقه؟ طبعا بتفرق. يعني بتفرق طبعا. يعني انا مثلا اتولدت كده، فانا بعتبر ده كمان كرم من ربنا، لان بيبقى في اختبار تاني اللي بيتعرض لحادثه او حاجه، بيبقى في اختبار طبعاً قوي جدا ان هو يصبر على اللي ربنا ابتلى بيه وعلى انه يبدا حياه جديده تانيه مختلفه تماما، فدي بتبقى فيها صعوبة، فهو بيبقى أشد مني، يعني هو العبء عليه بيبقى أكتر طبعا. أنا أخدت عليها وتعايشت معها، لكن هو يعني ربنا يصبره ودايما يعني يبقى عنده رضا وربنا يكتب له رضا دايما يعني. أول مرة اكتشفت فيها أو أهل بيتك أو الناس اللي محوطينك اكتشفوا أن أنت لا ده أنت مش عادي، ده أنت موهوب جدا، لو بنتكلم مثلا في بند الفن التشكيلي،
يعني بداية ملامح الموهبة دي عندك ظهرت؟ هو في البداية أنا أختي جيهان اللي يعني هي اللي علمتني إزاي أمسك القلم، فبالتالي هي كسرت الحاجز اللي جوايا إن أنا مش عارف أمسك الحاجة دي إزاي أو أتعامل معها إزاي، فعلمتني أمسكه بإيدي اتنين مع بعض كده. وفي مدرس كمان عندنا في القرية، في قرية شبات الشهداء، علمني إزاي أمسك القلم برجلي. وانا اصلا بتعامل في كل حاجه ببقي وايدي ورجلي، فانا يعني واخد على اني اعمل كل حاجه بيهم يعني. فدي كانت البدايه. بعد كده مسكت القلم بدات ارسم خلاص بقى في مركز الشباب عندنا، كان في مشرف فني اسمه يحيى فضل، فعلمني يعني، هو مش علمني، هو اكتشف حته الموهبه دي فيها شويه، فتابع معايا وبدا يهتم بيا اكتر. يعني الناس دول هم اصحاب الفضل. طبعا بعد ربنا طبعا. الحمد لله على كل حال. فبعدين بدات اشارك بقى في المسابقات الرياضيه كمان. يعني الرسم والفنون التشكيليه جت الاول بعد كده جت الرياضه؟ الاثنين في الطفوله الاثنين وازوا بعض. انا يعني كنت من النوع اللي بتحرك كتير، ففيه مدير مركز الشباب لاحظ كده ان انا مثلا بجري، ممكن مثلا العب مع زمايلي كلام من ده، حركه كتير عندي. فكلم والدي الله يرحمه بقى، فقال له يعني رضا عنده طاقه، فممكن يعني خليه يلعب لعبه. فلعبت كونغ فو في الفتره دي، يعني كملت فيها يعني حتى ما اخترتش مثلا كره القدم؟ لا انت اخترت برضه. لا اصل كره القدم دي اساسي. يعني الشعب معانا كده، الشعب المصري اذا كان 100 مليون ف 100 مليون بيلعبوا كوره، و100 مليون اهلاوي يعني الا 5 6 يعني عشان ماشي. فلعبت كونغ فو وبس برضه يعني ما كانش فيه احتراف قوي. انا كان عندي اختيار، يا اما اكمل كاحتراف في الفن التشكيلي يا اما في المجال الرياضي. اوكي. انت اخترت الفن التشكيلي؟ انا اخترت الفن التشكيلي كمجال احترافي ودراسه، وناحيه الهوايه بقى اخترت المجال الرياضي، الكونغ فو، التنس الطاوله، وبعدين في الاخر تايكوندو. يعني وصلنا للتايكوندو كمان ما شاء الله. كان في اختيار الفريق التايكوندو البارالمبي، وبعدين يعني اتمرنا حوالي يعني ما كانش فيه فتره كافيه، ودخلنا التصفيات ديت. وما اقولكش يعني انا صراحه اتعجنت. دول مش معاقين ابدا، دول مفتريين. اللهم صل على النبي. اللهم صل. دي على فكره دي برضو النقطه دي بتاكد اللي احنا بنقول، في ناس استثنائيه حضرتك واحد طبعا منهم. يعني طبعا دي حاجه جميله جدا. هو في حاجه مهمه كمان، في انا بتكلم عن مش شرط يكون ذوي اعاقه، لان كل الناس، هي اختيار المجال الانسب ليك واللي انت تقدر تادي فيه. يعني مثلا حضرتك المجال الاعلامي، انا مثلا مجال الفنون انا شايف نفسي في المجال ده، في غيري مثلا ممكن اكتر ويادي اكتر في مجال الرياضه زي اللعيبه بتاعتنا مثلا يعني. فكل واحد اهم حاجه يختار المجال الصح اللي هو يمشي فيه، وده ما يمنعش طبعا ان هو يشارك في الحاجات اللي بيحبها التانيه. طب انت مخطط للي جاي في ايه؟ يعني هل حاطط لنفسك اهداف معينه عايز توصل لها، ولا انت بتبقى عايش اليوم بيوم، ولا مقضيها ازاي؟ لا هو يعني انا الحمد لله من نوع يعني بعمل هدف صغير. أوكي. وهدف صغير، والاهداف الصغيره بتكون بعد كده هدف طبعًا كبير طبعًا. يعني فيعني انا ان شاء الله اتمنى ان اكمل في المجال الاكاديمي بتاعي برضو، ويعني ان شاء الله يعني الاستاذيه والكلام من ده، ان شاء الله الترقيات يعني في الجامعه، بالاضافه للمعارض بقى، المشاركات الدوليه بس انت كده بقى مش هيبقى عندك اي مساحه وقت ان انت تفكر حتى تنضم لواحد من الاتحادات البارالمبيه وترجع برضو مره ثانيه للرياضه؟ لا هو التنس ممكن. التنس عشان يعني المجهود يعني بيبقى فيه يعني بعيد عن انك تتخبط بقى خبطه تزعلك وتروح للعيال في البيت يلاقوك مش قادر تتملك يا بابا، اقول لهم ايه يعني اقول لهم ايه مضروب مثلا. طب انت كمان اشتركت على حد علمي في المهرجانات كتير، وحصلت على العديد من الجوائز، زي ايه كده؟ انا الحمد لله يعني واخد اول وطن عربي في مجال الفنون التشكيليه اكتر من مره، واتكرمت من جامعه الدول العربيه. بالاضافه بقى وطبعا دي كلها مسابقات في الاسوياء، يعني مش بشارك مع ذوي اعاقه. كمان لان يعني مجال ذوي الاعاقه بدا الاهتمام بيه من سنتين ثلاثه صراحه، بدا يبقى فيه مسابقات كتير وانشطه كتير. فقبل كده المنافسه كانت بتبقى صعبه، يعني انا بقدم وحضرتك بتقدم، والفن بقى هو اللي بيحكم بعد كده.
لان الفن لغه عالميه ما فيهاش معاق او غير معاق. طبعا طبعا. وانا كمان بالمناسبه كان يعني الماجستير والدكتوراه كان في بالنسبه لي في الرسم والتصوير لمتحدي الاعاقه. في الدكتوراه كان بعمل يعني عملت الدكتوراه عن الفنانين اللي بيرسموا بالفم او القدم او العضدين اللي هم بيرسموا زي مثلا عايز اقول لك ان فيهم فنانين يعني ما شاء الله عليهم يفوقوا الاسوياء بمراحل اهم حاجه الفكر بس يعني يا اخي سبحان الله من قديم الازل بتلاقي الناس النوابغ بصفه خاصه في الفنون المختلفه لازم لو دورت على قصته هتلاقي ان كان عنده تحدي ما سواء كان التحدي ده في صوره اعاقه او في صوره ظروف مجتمعيه او ظروف حياتيه عايش فيها. ايه الارتباط الشرطي ده بين المعاناه وبين الابداع والتفوق؟ هي طاقه بتبقى داخليه ومحتاجه حد يعني ينبش عليها كده ويطلعها. فده بيبقى حافز ان يعني انا عايز اقول لك مثلا نسبه مش عايز اقول 100% هقول 90% من ذوي الاعاقه عندهم الحافز ده. لو ما كانش حافز في العمل او حتى في الرياضه حافز ان هو ممكن حتى يعيش بصوره كويسه يعني هو لازم يبقى عنده حافز. وكمان ده لازم كمان الشباب تحديدا لازم يبقى عندهم الحافز يبقى عنده هدف يحاول يحققه. هل المجتمع اللي الواحد بيكون عايش فيه بيأثر سواء بالسلب او الايجاب على فكره انه يعيش حياه كويسه على حد تعبيره؟ بعباره ثانيه هل نظره المجتمع لذوي القدرات الخاصه اختلفت مثلا خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا اللي كنت انت لسه بتقول ان الوضع الى حد ما في الممارسه اختلف، لكن انا بكلمك بقى على النظره المجتمعيه، هل لامس فرق؟ هو في اختلاف بس برضه لسه احنا محتاجين كتير يعني لان دي احنا بنتكلم عن ثقافه عامه. فيعني مثلا في الريف الثقافه مختلفه عن المدن، هنا الوعي هنا اكتر شويه، لكن في الريف الوضع لسه، لكن عموما اجمالا في تحسن. وكمان حتى الدوله كمان في القانون الجديد قانون ذوي الاعاقه بدأت تاخد بالها من نقاط يعني كتيره كان فيها تقصير من ناحيه ذوي الاعاقه وشغالين على النقطه ديت. فالحمد لله يعني المجال ده فيه تحسن وفيه تغير في الفتره اللي فاتت، وان شاء الله اللي جاي يبقى افضل. احنا بنطمع من ربنا في كده وان شاء الله نرجع نلتقي مع حضرتك مره ثانيه ومزيد بقى طبعاً من النجاحات باذن الله سواء في عالم الفنون التشكيليه او في الرياضه لو جات لك فرصه ان انت ترجع مره ثانيه ان شاء الله. بكرر شكري وبكرر تقديري واحترامي، نورتنا واسعدتنا بوجودك معانا. ربنا يخليك. وانا طبعا مش عايز انسى ابارك للنادي الاهلي على بطوله السوبر الافريقي وان شاء الله عايزين العشره. طبعا جاي في الطريق يا استاذ، بس انت اتقل تاخد حاجه نظيفه ان شاء الله. نورت الدنيا باذن الله. اهلا، شكرا جزيلا. هنستاذن حضراتكم نطلع فاصل سريع ثم عوده لاخر فقره في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. اتفضل.